دي مش ل 15 11 المنحه دي لوضع خطه طويله المدى لتطوير متحف التحرير. فكده ما قلت لكم ما تخافوش، متحف التحرير مش هيموت. فاحنا كنا نسقنا مع الاتحاد الاوروبي وحصلنا على منحه. المنحه دي هدفها رفع كفاءه ومستوى متحف التحرير لوضعه على قائمه التراث العالمي. في مرحله قصيره المدى سنتين، ثم مرحله ثانيه 5 سنين بيشارك معنا فيها تحالف من 5 مديري اكبر متاحف في اوروبا، مدير متحف تورين، مدير متحف لايدن، مدير المتحف البريطاني، مدير متحف القسم المصري في اللوفر، ومدير متحف اللوفر. الخمس مديرين دول جم 3 مرات تقريبا، قابلوا اللجنه العلميه اللي هي هنا اللي فيها دكتور محمد صالح، دكتور حسن سليم، استاذه صباح، وكلاء المتحف، دكتور مصطفى وزيري، دكتور طارق توفيق. قعدنا معاهم اتفقنا على الخطه ال7 سنين. الخطه احنا عايزين اول مرحله ننفذها 15 11 الجاي، احنا اعلناها كذا مره، ده مش كلام ان شاء الله.